لو قادر اني اكسر قانون بالاكاديمي، قانون اللي بحب غيره بالاكاديمي، القانون اللي نفسي اغيره في الاكاديمي، في حاجات كتير طبعا هتبقى عايز ان انا ممكن اكون اغيرها، يعني لو في ايد ان انا اعمل ده. لو فيني يعني الغي قانون بالاكاديمي، القانون اللي حابب غيره بالستار اكاديمي، الحاجه اللي صراحه بغيت انه تزاد في ستار اكاديمي، قانون انه نفيق الصبح 9 الصبح. I can't imagine this idea انه راح افيق كل يوم على 9 الصبح او 8 الصبح. I don't know. Never mind. انه ما نفيق حتى 12 او لا بريميدي يعني. اصحى بدري والصفوف فلازم غصب عني ان انا اعمل ده. انا اشوف اهلي واصحابي كل يوم. صعبه بس انه بحب صف الرياضه. لو اقدر اعملها بقى هعملها. على فكره انا ما بمثلش، انا بتكلم بجد ولا بتدلع ولا شو؟ ولا بتدلع. لو بقدر اعملها ابدا. هي تتدلع؟ ابدا خالص. بتعب من وقت كافي مع ماما. الناس كيبغيوك بنلغي لهم السلام كامل يكوني معاهم مزيان. واخا ماما. القانون يعني بنحكي مع اهلنا بس دقيقه بس. ممكن بيكون نص ساعه ساعه يوم كامل. من مين؟ لا يطولوا لنا شويه الحكي بقى، يعني احنا لازم نحكي شويه اهالينا اكتر من دقيقه. دقيقه دي ما ينفعش، ده هو الجرس لوحده دقيقه يعني، فما اعتقدش ان احنا نقدر نحكي دقيقه مع اهالينا. لو نقدر نطول ده يبقى افضل. يصير كل جمعه تاني يطير شخص.